جاء الصباح الذي انتظرته منذ فترة طويلة، فاليوم كنت على موعد مع أصدقائي للخروج في نزهة على قارب أحدهم. فهذه هي المرة الأولى التي سنبحر بها سوياً. ارتديت ملابسي على عجل، فموعد انطلاق الرحلة عند 10 صباحاً. وكالمعتاد وضعت بعض النقود في حصالة الصدقة، فقد أخبرتني أمي مذ كنت صغيراً إن الصدقة تدفع عنا البلاء والمصائب، فأصبحت هذه عادتي كل صباح. وعندما أردت ركوب السيارة كان إطارها مثقوباً، أصلحته ثم انطلقت إلى وجهتي. وفي الطريق رأيت صديق والدي يشير إلى السيارات العابرة، رغم أنني أعلم يقيناً أنني تأخرت، إلا أنني لم أستطع تجاهله. لكنه أصر علي بطريقة غريبة أن أرافقه للدخول إلى المنزل، لم أستطع معها الرفض. ثم شرع في الحديث قائلاً: كان لأحد الملوك وزير حكيم، وكان الملك يقربه منه ويصطحبه معه في كل مكان، وكان كلما أصاب الملك ما يكدره قال له الوزير: لعله خيراً فيهدأ الملك. وفي إحدى المرات قطع إصبع الملك فقال له الوزير: لعله خيراً. فغضب الملك غضباً شديداً وقال: ما الخير في ذلك؟ وأمر بحبس الوزير. فقال الوزير الحكيم: لعله خيراً. ومكث الوزير فترة طويلة في السجن. وفي يوم خرج الملك للصيد وابتعد عن الحراس ليتعقب فريسته، فمر على قوم يعبدون صنم، فقبضوا عليه ليقدموه قربانا للصنم. وفجأة انتبه زعيم القبيلة على أن إصبع الملك مقطوع، فصاح: اللعنة اللعنة آتية إليكم. فأسرعوا بفك وثاقه وإبعاده عن القبيلة. فانطلق الملك فرحا بعد أن أنقذه الله من الذبح تحت قدم تمثال لا ينفع ولا يضر. وأول ما أمر به فور وصوله القصر أن أمر الحراس أن يأتوا بوزيره من السجن، واعتذر له عما صنعه معه، وقال: إنه قد أدرك الآن الخير في قطع إصبعه وحمد الله تعالى على ذلك. ولكنه سأل الوزير: عندما أمرت بسجنك قلت لعله خيرا، فما الخير في ذلك؟ فأجابه الوزير أنه لو لم يسجنه لصاحبه في الصيد، فكان سيقدم هو قربانا بدلا من الملك. لذلك اعلم يا ولدي إن أمر المؤمن كله خير، فانطلق الآن على بركة الله. تملكني شعور غريب وأنا أغادر منزله، ولم أفهم لماذا أصر علي الجلوس إلا عندما وصلت إلى القارب. هناك كانت الصدمة بانتظاري، فقد احترق القارب، احترق معه أصدقائي. مضى عامان الآن ولم أكن قادراً على تجاوز تلك المحنة، ولكن أدركت فيما بعد أن الإطار المثقوب والرجل الذي ظهر فجأة كانا لنجاتي، فلا زال في عمري بقية. وأدركت أيضاً أن الشر الظاهر لنا قد يكمن في جوهره الخير دون أن ندري. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: كنت قاضياً في الشام، وحدث أن كنا مجموعة نمضي المساء عند أحد الأصدقاء، فشعرت بضيق نفس واختناق شديد، فاستأذنت أصدقائي للرحيل، فأصروا أن أتم السهرة معهم، ولكني لم أستطع، وقلت لهم أريد أن أتمشى لأستنشق هواءً نقياً. خرجت منهم مشياً وحدي في الظلام، وبينما أنا كذلك إذ سمعت نحيباً وابتهالاً آتٍ من خلف التلة. نظرت فوجدت امرأة يبدو عليها مظاهر البؤس، كانت تبكي بحرقة وتدعو الله. اقتربت منها وقلت لها: ما الذي يبكيك يا أختي؟ قالت: إن زوجي رجل قاس وظالم، طردني من البيت وأخذ أبنائي وأقسم أن لا أراهم يوما، وأنا ليس لي أحد ولا مكان أذهب له. فقلت لها: ولماذا لا ترفعين أمرك للقاضي؟ بكت كثيرا وقالت: كيف لامرأة مثلي أن تصل للقاضي؟ ثم يكمل الشيخ وهو يبكي يقول: المرأة تقول هذا وهي لا تعلم أن الله قد جر القاضي، يقصد نفسه، من رقبته ليحضره إليها، فسبحان من أمره بالخروج في ظلمة الليل ليقف أمامها بقدميه
ويسألها هو بنفسه عن حاجتها، أي دعاء دعته تلك المرأة المسكينة ليستجاب لها بهذه السرعة وبهذه الطريقة.